الأعزاء، اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم في الزراعة المنزلية، وعن اللي هي طرق التطعيم والزراعة الغير تقليدية التي تساعدنا في الزراعة المنزلية أو كمشاريع اللي أنتم إن شاء الله بدكم تعملوها بعون الله تعالى. طبعا رح نستضيف اليوم معانا الدكتور شريف خالد الرواشدي، باحث رئيسي في المركز الوطني للبحوث الزراعية في علم وقاية النبات والحشرات، شغل منصب مراقب محطة غور الصافي الزراعية لمدة 5 سنوات متواصلة، كما عمل مسؤولا مباشرا لمشروع محور تربية الأسماك الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، والمنفذ في محطة غور الصافي الزراعية، ويعمل حاليا نائبا لمدير مركز الربا للبحوث الزراعية. ويشرفنا التحدث مع الدكتور، ونشكره لإعطائه من وقته. دكتور، تفضل دكتور. الله يسعد مساكي دكتورة، وأنا يشرفني أني أكون معكم ضيف في هذه الحلقة، أعطاء الموجز البسيط جدا عن الزراعة المنزلية وطرق التطعيم، وبشرفني أني أكون مع الطلاب اللي ما شاء الله عليهم إن شاء الله يا ربي. الله يسعدك. الزراعة أول شيء بدي أبلش معاكم، ليش أحكي لكم يعني بالطريقة العلمية، بدنا إن شاء الله نحكي بالطريقة اللي تصل المعلومة للطالب يعني إن شاء الله بالطريقة المبسطة. هسه بدي أحكي لك عن الزراعة المنزلية. سامعين صوتي؟ طالباتي سامعين الدكتور شريف؟ سامعين صوته؟ دكتورة سامعين. دكتور سامعين. دكتور سامعين. ممتاز. الزراعة المنزلية، تعتبر الزراعة المنزلية هي عبارة عن هوية ومتعة للعديد من الأشخاص، في تقنية وتعطي يعني الإحساس للشخص في المنزل بالانتعاش والنشاط والمنظر الجميل في المنزل. هي عبارة عن الزراعة المنزلية، وإحنا كنا في كثير، كل واحد عنده في البيت حديقة منزلية أو عنده على البلكوني أو على مدخل بيته، يعني بيحب يكون عنده منظر جمالي. نعم. فإحنا الزراعة المنزلية عبارة عن هي عبارة عن أشجار زينة أو أشجار مثمرة أو أشجار حرجية بعضها بتكون. هسا الطرق الزراعية أو طرق الزراعة المنزلية، تختلف طرق الزراعة المنزلية للنباتات حسب نوع النبات. مثل نباتات تزرع، يعني انا عندي حاليا، انا يعني نفسي اطلع الكاميرا وافرجكم عندي البيت. انا عندي حديقه منزليه زارع فيها النباتات اللي بنسميهم تزرع بالبذور، النباتات المنزليه اللي مثل البقدونس، الجرجير، الكزبره، الفجل، هاي تزرع بالبذور. في غيرها كمان تزرع، هذه احنا بنعمل لها طريقه خاصه في المنزل. يعني على سبيل المثال انا بدي اعطيكم مثال، انتم كونكم في منطقه العقبه، والعقبه يعني محصوره جدا وما عنده، يعني نادر جدا انه يكون واحد عنده حديقه منزليه، وبالذات انتم ترى في العقبه بسموها يعني كانوا اول جدودهم، اذا اغلبيه الطلاب من العقبه او اهالي العقبه سابقا. yes. العقبه ما كانوا يزرعوا، ما فيها، مش زراعيه المنطقه، كانوا يزرعوا بين النخل اللي موجود على الشط، وبسموها الحفاير الزراعيه. هلا كانوا يزرعوا فيها الجرجير، الملوخيه، يعني هاي بالبذور، وتعملوها عباره عن احواض وتقلب، يعني موسمها قصير جدا، يعني الجرجير مجرد ما طلع يقصوا ردوا يعملوا له تجديد من اول جديد، حفر وتسميد وتبسيط، ويزرعوها من اول لجديد. هذا الجرجير بالذات، الحفاير هذه بتكون قريبة من الشط، يعني بين أشجار النخيل، لأنه كمان جو العقبة في الصيف حامي جدا، يعني صعب جدا إنه الحرارة هذه تنتج، تخرج يعني، أو تنتج النباتات هاي، لأنه يعني في بعض النباتات بدها تكون جو رطب
معرضة مباشرة لأشعة الشمس. ففي العقبة بزرعوها تحت النخيل، إذا أنتم لاحظتوها على الشط اللي موجود عند الغندور، أو الغندور هاي منطقة خام فيه منطقة زراعية بيزرعوا فيها. بس بنرجع إحنا في المنزل بالذات في المناطق اللي مثل مدينة العقبة، في إمكانك أنت تستغل مثلا البلكونة عندك، يعني بوكس بلستريم تجيب تحط فيها تربة صناعية بيتموس وتزرع فيها البقدونس، تزرع فيها الجرجير، يعني عبارة عن أو الأحواض بشكون شكلها مرتب، المستطيلة، أحواض مستطيلة بيبيعوها عند محلات المواد الزراعية، تحط فيها التربة الصناعية اللي بسميها البيتموس، ولو زرعت فيها حوض نعناع يعني بقضيك. هسا هاي بالنسبة للنباتات اللي تزرع بالبذور، يعني هي طريقة زراعة تتم من خلال إحضار بذور للنبات المراد زراعتها وغرسها بالتربة والعناية بها من حيث الري والتسميد وغير شيء. حتى أنا في الري والتسميد لازم أعطيها نسبة معينة جدا، مش أروح أجيب لها 2 كيلو سماد وأعطيها، لا، أنا عندي لتر المية، علبة البيبسي أو علبة الرامي، بحط لها مقدار ملعقة شاي صغيرة، ملعقة أكل صغيرة، ملعقة مين يعني لا تجاوز مقدار الملعقة، وبحط عليها بذور مية بغني أسقيها. عندك في الطريقة الثانية اللي هي إحنا طريقة الزراعة بالشتل، الشتلات هي عبارة عن بتكون هي في مشتل بيزرعوها في بيتومس في صواني تشتيل، ومن ثم بيبيعوها على المواطنين، لأن هاي الطريقة سهلة جدا بتتم من خلال زراعة الغرسات الشتل الصغيرة من نباتات والاعتلاف، يعني بيجيبوا البذر بحطوه في صواني التشتيل وبيعتنوا فيه في تحت ظروف جو مناسب، وهذه تزرع مثل البندورة، الكوسة، هسه صار كله يزرع البامية، جميع هاي النباتات تزرع في المشتل هذا. فأنا على سبيل المثال بجيب كوارة صغيرة وبزرع فيها شتة ميرامية، شتة زعتر يكون عندي أنا موجودة على الشرف المنزلية. والطريقة الأخرى هي طريقة زراعة بالعقل. العقل هي عبارة عن أني أنا بروح مثلا عند شخص معين بشوف عنده أنا على سبيل المثال جوري مثلا نوع معين أو صنف لون مميز من الجوري، فبأخذ من عنده عقلة. العقلة هذه أنا مجرد ما حطيتها في مي بتر بتعطي جدر، والجدر هذا بيصير يعطيني شتل وبزرعها في الكوارة، بصير عندي نفس الأصول اللي موجودة عند الشخص أو عند قرابتي اللي أخذت من عنده هذا العقلة. غير هيك كمان أنتوا بتلاحظوا بتشوفوا في نبات المنزل الداخلي اللي هو السجادة، سموها سجادة أو فيكوس أو أي أنواع الزين الداخلية، فهاي إحنا بنأخذ عبارة عن العقل هذه، العقل هذه، وبنضعها في الماء، ومجرد ما بلشت تجذر بنقولها احنا على التربه الصناعيه اللي هي البيتوموس. هسه متطلبات الزراعه المنزليه لها متطلبات، يعني انا بدخل معك وبحكي معك هيك وهيك بحيث انكم تركزوا معي وتسجلوا هذه النقاط، واللي له اي استفسار يحكي لي. مثلا متطلبات الزراعة المنزلية، أدوات زراعة تعتبر من أحواض، الأحواض هي إحنا عارفينها، والأدوات الرئيسية في المنزل مثلا فمن ما هو مصنوع من البلاستيك والخشب والقواوير هاي اللي إحنا بنسميها، والمعدن أو الفخار ولها أحجام مختلفة حسب حجم النبات. أنا بديش أجيب بوارة حجم كبير يعني 60 في 60 أحط فيها أنا نبات صغير مثل نبات السجادة صغير، لا، بجيب لها بوارة 15 في 15، هاي مناسبة لها بالنسبة للزرع. عندك هناك أهم إشي، من أهم إشي في الزراعة اللي إحنا بنعتمد عليها والشغلة ضرورية هي التربة. التربة إحنا يعني بنلاحظ في العقبة التربة أغلبيتها رملية، صح ولا لا؟ صح ولا لا طالبات؟ إيش نوع التربة بالعقبة؟ سندس ولا ميس؟ إيش نوع التربة؟ رملية. يس. رملية. شوف الدكتور قديش طلابي شاطرين وطالباتي. تكون فقيرة. Yes. فقيرة، التربة الرملية فقيرة من العناصر. Yes. طيب يا طلاب جابوني واحد منكم، أي واحد يعطيني إجابة، شو الاحتياجات النبات من أسمدة؟ النبات محتاج دائما لسماد، ثلاث عناصر معروفة شو هي؟ يلا طالباتي بتعرفوا إيش أهم عناصر مهمة للنبات؟
دكتور تخصصهم ما بعرف وش. طيب ممتاز. يعني النبات هاي دكتور عمالهم بجاوبوا. تفضلوا. يلا تفضلوا. يعني زي الماء والحديد ولا ايوه مثل الحديد بيقولوا الحديد دكتور. الماء عنصر اساسي والحديد بسموه تريس إليمنت من العناصر الثانية الأخرى اللي بحاجتها هو بحاجة. بينما النبات هو بحاجة لثلاث عناصر NPK علم؟ يس NPK تمام دكتور. هي عبارة عن نيتروجين والفسفور والبوتاسيوم. يعني يحفظوهم دكتور هدول العناصر مهمين جدا. ابدا ابدا النبات اذا بتوفر له هدول العناصر الان بي كي هي هذه مثل ما بيقولوها هذه الخلطه السماديه المعارف عليها. وين ما روح اذا بتروح على محل المواد الزراعيه بتحكي له بدي خلطه سماديه ان بي كي 20 جرام او يعني من كل نوع 20-20-20 اللي هي الخلطة النباتية الخلطة السمادية اللي هي متوفرة للنبات. يعني إحنا هذه السماد الكيماوي اللي بحكي لك عنه اللي أنا. فأنا اللي بحكي لك إياه تربة العقبة الرقية هي عبارة عن تربة فقيرة جدا. التربة الفقيرة يعني لو زرعنا فيها بجوز إنه بعيش النبات بس ما بعيش زي ما بدي، صح ولا لا؟ آه دكتور معانا طالبات دكتور بيسأل. عيد السؤال دكتور، إيش سألتهم عشان يجاوبوا؟ هل طبيعة النباتات اللي في العقبة؟ نعم. هل كيف أنتوا بتشوفوا مثلا بتلاحظوا أنتوا النباتات اللي في العقبة اللي بالذات اللي حوالي المنازل؟ في بعض منازل بتلاقي ما شاء الله عليها لأنها بسمدوا وبنتبهوا لهم الشجر ما شاء الله عليه كبير، وفي بعض الناس اللي ما بيهتم تلاقي الشجر صغير فيها، صح ولا لا؟ صح 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 هاي المعلومة صح دكتور. صح برجع أكبر إشي أكثر إشي للاهتمام. يس بقول أكثر إشي الاهتمام دكتور بالجواب. نعم. يس يعني أنتوا بتلاحظوا كمان أنتوا كطالبات أهالي العقبة منطقة العقبة الاقتصادية أكثر الشجر اللي موجود حاليا موجود النخيل وارب الطرق اللي موجود على الطناء على جناء على يعني في الشوارع. بتلاحظوا أنتوا النخيل أكثر إشي. الري اللي فيه لون نهدي ولا لا؟ دربيش الري. صح؟ صح. هذا بدل انه المية اللي بيسقوا فيها النباتات الحرجية اللي موجودة في العقبة كلها نباتات زينة ونباتات حرجية كلها من المياه المستصلحة او مياه العادمة. اوكي مزبوط؟ بجوز معلومة جديدة عليهم طالباتي. بتعرفوا انه اول مره نسمعها؟ يس يس يعني حتى هم بيميزوا المنطقه العقبه انه البرابيش يعني انه المياه المستصلحه بحطوا لها خاص برابيش لون خاص انه هذا البربيش يعني مياه عادمه يعني حتى ما ناس يجي يشرب منها او ما ناس يعبي منها او ما ناس يستخدمها. هاي ملاحظه وحكوها في العقبه بحكوها. فإحنا نرجع لموضوعنا الزراعة المنزلية. لأن إحنا التربة اللي عندك ثلاث أنواع من التراب. التربة الرملية هي عبارة عن تجمع بعض الرمال ثم القياب بتنخيله ثم تحميصه ليستخدم في التعقيم. التربة إحنا بنحمصه ليش؟ في محاصر في الأوتوكليف حتى إذا كان في ممرضات تربة إنه نقتلها. هذه التربة الرملية. في عندك التربة الطينية اللي بيستخدموها في المشاتل. هلا في عندك التربة الصناعية. ركزوا معاي ثلاث أنواع من التربة: التربة الطينية، التربة الرملية، والتربة الصناعية. التربة الرملية حكينا عليها. التربة الطينية هي عبارة عن تجمع من الأمطار المياه الجارية تلاقيها زي طيني هيك يعني التربة الطينية. والتربة الصناعية هي عبارة عن
يعني مهمة جدا التربة الصناعية، وأنا حاب يعني شوية أركز على هذا الموضوع، لأنه أنت في من في المنزل عندك تقدر تعمل التربة الصناعية اللي هو البيتومس. البيتومس تقدر تشتري من عند المحل المواد الزراعية في أكياس، كل كيس معروف يعني له، تأخذ أنت الكيس هذا تحطه في الجوارة، الجوارة هاي تقدر تزرع فيها يا إما نباتات زينة أو نباتات مثلا عطرية، نباتات طبية عطرية أو نعنع أو ميرامية أو نباتات زينة. البيتومس أنا يعني بقدر أعمل البيتومس أو في العلم أو في الناحية الأخرى بالزراعة العضوية أو في البيرماكولتر الزراعة المستدامة بسموها الكومبوست. الكومبوست الزراعي يعني هو عبارة عن الكومبوست يعني شغلة كثير مهمة، وإن إحنا الكومبوست يعني عبارة عن يعني أوراق الشجر. يعني أنا عندي مزرعة، عندي عشب، عندي شجر عشب ناشف، عشب أخضر، عندي مخلفات زراعية وحيوانية كانت ثم كانت، هاي بجمعها مع بعضها وبضيف عليها مواد، يا إما مواد مي أو مخصبات زراعية مثل أي سماد أو أي شيء بيزيد عندك في المزرعة من نباتات الخضار أو الفواكه، هاي تتعفن تعمل على تحليل هذه الأوراق وثم تصير عندك سماد يسموه سماد الكومبوست. سماد الكومبوست يعني كثير كثير ممتاز، حتى هذا السماد نقدر نستخرج منه كمان مبيدات يسموه الكومبستي. الكومبستي هو عبارة عن أنا بعد ما جهزت الكومبوست، طريقة تجهيز الكومبوست خليكم معاي نقطة نقطة. هلأ أنا عندي مزرعة، بنجيب أول شيء عشب العمال المزرعة، العشب بجيبه بحط العشب الأخضر، ها العشب الأخضر بحطه طبقة أولى، ثم بجيب العشب الناشف اللي كان عندي في المزرعة لقطه العمال قبل يومين ثلاثة بنحطه طبقة ثانية، نحطه طبقة ثانية. أنا بكل طبقة طبقة بعمل على رشة مي. هلا في عندي أنا مزرعة دواجن، بجيب من الزبل الدجاج وبحط طبقة. هلا صار عندي ثلاث طبقات، كل طبقة بعمل عليها رشة مي، برد أعيد العملية في التالي، برد أحط طبقة خضراء، طبقة عشب ناشف، وطبقة زبل من الزبل الحيواني أو الزبل الدواجن اللي موجودة في المزرعة. هذا الكومبوست أنا يعني له طريقة تخمير خلال 18 يوم يكون عندي خبر، لأنه أنا بغطيه في بلاستيك ويكون عندي درجة حرارة معينة ترتفع درجة حرارة الكومبوست لدرجة 60 درجة مئوية، لأنه في ميزان درجة حرارة بحرارة إنه هذا بيسوي بيعمل فيه على فحصه. وأنا بقدر أحط فيها يعني أنا بستثني شغلة وحيدة بستثناها من وضعه اللي كنت تحط جميع المخلفات النباتية في طبقة الكومبوست، بحيث إنه أنت تكون عندك خالية من البلاستيك، خالية من الحديد، خالية من الأواني اللي صعب تحللها. أنا بحط أوراق عشب شغلات خفيفة، يعني لو حطينا حفل الشاي اللي أنا الشاي الأسود حطيته كثير ممتاز. البيض أنا مجرد البيض ما كسرت البيض وحطيته فيها بعطيني نسبة عالية من الكالسيوم. يعني وهذا الكومبوست يعني تقدر تخزنيه أنت عندك في المزرعة لفترات معينة وبستفيد منها النبات. فكمان أنا مجرد ما أنا حضرت هذا الكومبوست وصار عندي جاهز، أنا هذا الكومبوست يعني بعمل على نقعه في دلو ماي كل 2 كيلو أو 3 كيلو في 20 لتر ماي، بصير عندي أنا عبارة عن مبيد، ها بسموه كومبستي. الكومبستي هذا مبيد برشه على الأشجار النباتات وهو قاتل للبياض للممرضات الحشرات، طارد للحشرات، بقتل عندي البياض الدقيقي اللي موجود على النباتات. هذا بالنسبة إحنا للكومبوست. الكومبوست هو بيستخدموه أكثر ناس في الزراعة البيرماكولتر في الزراعة المستدامة. الزراعة المستدامة عندي أنا يعني عمركم إذا أنتوا سمعتوا يعني في الزراعة المستدامة، الزراعة المستدامة هي عبارة عن زراعة جدودنا، هو وضع الطبيعة على ما هو عليها.
يعني انا هسه عندي مزرعه ما بصير اعشمها، انا بجيب مثلا وز او بط بخليه يكون عندي في المزرعه وهو البوك للعشب. الوز والبط هو بيعمل مخلفاته على سماد الارض. انا عندي كمان عندي بحط مثلا الطيور، انا عندي مثلا يعني شوفوا يعني طريقه كثير سهله جدا. انت بتلاحظوا انه في البوم، في نوع من انواع البوم، البوم الابيض بيستخدموه في مكافحه الجراثيم والفار. هسه الفار بتحرك بالليل والبوم بتحرك في الليل، البوم عينه يعني بصيد الفأر اي مكان وبصيده وهو اي مكان. بيستخدم احنا بدل ما نحط مصائد كيماويه باللوث البيئه. غير هيك احنا كمان الزراعه الطبيعيه يعني بتكون مثلا عندنا دجاج، عندنا بط، عندنا سمك، يعني على مستوى السمك مخلفات السمك في الماء، يعني غير عند انتم في العقبه. العقبه عندكم بحر كامل، يعني البحر بحر ما شاء الله. الاسماك اللي عندكم البحرية غير عن الأسماك اللي بتكون نهرية أو الأسماك اللي إحنا بنربيها في البرك الزراعية. السمك اللي بنربيه إحنا في البرك الزراعية بيعطينا نيتروجين عالي، بيعطينا نسبة من النيتروجين اللي حكيناه هو مهم للنبات في الثلاث عناصر. ثلاث عناصر هو NPK، N نيتروجين. نيتروجين كمان مخلفات الأسماك تعطيني نسبة عالية من النيتروجين وبعض العناصر الأخرى المفيدة لهذا. هسه احنا في عندنا يعني المدن اذا تلاحظوها بتلعبوها في صور، يعني في صور منزليه او صور على الكمبيوتر او تجوك على الواتساب. هسه عندنا احنا في دول مثل مصر، عندنا دول مثل الخليج، الامارات العربيه، هسه بيستخدموا يعني شوفوا انا حكيت لكم ثلاث انواع من التربه، ركزوا عليها. ثلاث انواع من التراب، التربه الصناعيه والرمليه والطينيه. هسه التربة الصناعية كمان في نوع من التربة الصناعية اللي بسموه التف البركاني أو السويلس كلتشر بسموه. معايته؟ لميس دكتور معاك. تعرف التربة الصناعية؟ التوف البركاني هو الحجر الأحمر اللي بتلاحظوه، هي موجود في أرضية الشجر زي هيك بيجي شكله، هو غير منتظم، مش زي حجر الرمل، لا حجر أحمر هي موجود عندكم، حتى موجود في العقبة بحطوه على أطراف الطرق لونه أحمر هيك يعني على خبر. يعني عرفنا. هذا بسموه التوف البركاني. هذا أنا التوف البركاني عبارة عن وسط زراعي. يعني شوفي أنا اشتغلت في مشروع التخلص التدريجي من مشروع المثل بروماين على زراعة البطيخ. هذا كنا نزرع فيه بطيخ، التف البركاني هذا نجيبه احنا نحطه في مصاطب. المصطبة هاي طولها مثلا 60 متر وعرضها 40 متر وغمقها 40 متر. يعني هاي نزرع احنا نخلي البيت البلاستيك، معروف علميا طوله نص دلم يعني 500 متر مربع. البيت البلاستيكي هذا فيه خمس خطوط داخلية، بين كل خط وخط متر ونص، وعلى جانب من هون وهون متر، أي بطلع 9 متر. يعني أنت بتحط متر ونص في 50 7.5، يعني تقريبا 7.5، ومن هون متر وربع، من هون متر وربع، هي تقريبا 10 متر في طول 60 متر، أو 9 متر في 60، 500 متر مربع. احنا اذا حطينا التف البركاني هذا التربه الزراعيه التربه الصناعيه وغديناها في المي وفي السماد اللي بسموه يعني دوزن على يعني كل حسب كل نبات شو حاجته. يعني احنا البيت على سبيل المثال زرعنا مره من المرات عده تجارب، احد التجارب اللي انا كنت اتابعها هي الفاصوليا. زرعنا في البيت بلاستيكي فاصوليا، وزرعنا بيت ثاني على التربه المباشره في التربه، البيتين في حد بعضهم نفس المي، نفس السماد، نفس الكميه ونفس الشيء. تعرفوا انه كانت انتاجيه البيت البلاستيك في التربه الصناعيه تقدر ضعفين البيت اللي موجود في الزرعه في التربه المباشره. يعني كنا في اليوم نلاقي مثلا 40 بوكس فاصوليا من البيت المزروع في التربه المباشره في التربه. التربه الصناعيه التف البركاني اللي بحكي لكم عنه هذا كان البيت يعطينا معدل 80 بوكس فاصوليا. يعني دكتور
يعني دكتور هذا النوع من التربة زي كأنها سماد إذا بتعطي إنتاجية عالية. هي مش سماد، هي عبارة عن وسط زراعي. أوكي. بينما الوسط الزراعي هذا لا في ممرضات تربة، لأنه إحنا أي بنعقمها. Yes. بكون معقم، وهو وضعيته هذا بيستخدموه في الهيدروبونيك زي نظام الزراعة المائية. Yes. وسط زراعي زي الزراعة المائية. فالوسط الزراعي هذا التوف البركاني كثير ممتاز، وهو خالي من الممرضات. انا يعني كمان احنا بنعرف ان انا هسه الانسان والنبات والحيوان معرض للمرض. صح. يعني هسه النبات معرض انه يصيبه مرض فطري، الانسان معرض انه يصيب مرض فطري. الفطريات معروفه يصيب يوم يصيب جسم الانسان. النبات معرض انه يصيب شلل كامل، اللي هو الفيوزاريوم بيعمل على شلل كامل، هذا من احد الامراض. غير هيك الحشرات اللي بتصيب النباتات هذه كمان بتاثر عليها، بتاثر على نموها. فاحنا عندنا كمان الوسط الزراعي له دور معين في الزراعه المنزليه او في الزراعه بشكل عام. انا حبيت احكي فيها هاي لانه اكثر شيء بيستخدموها في الزراعه العضويه. كمان احنا عندنا في مجال الزراعه العضويه، الزراعه العضويه يعني هي يعني الزراعه اللي من غير كيماويات. يعني أنا إذا بروح على السوبر ماركت في الكوزمو، كل المنتجات اللي موجودة في الكوزمو بقول لك هاي زراعة عضوية، فرق سعر. يعني كل بندورة برا تتباع نص دينار، في الكوزمو تتباع دينار. ليش؟ لأنه بقول لك هذا عضوي نهائيا ما في عليها أي كيماوية. هلا الكيماويات اللي برشوها على النباتات إحنا ما بتصلنا مباشرة، هسا هي عبارة عن متبقيات أثر، في يعني أثر المتبقيات على النبات. هذه أثرها إحنا يوم الإنسان يأكلها هي فعلاً ميسامة، بينما تخزن في جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى إحنا الكيماويات هذه تخزن في جسم الإنسان عن طريق فرزها. الجسم بيقاوم السموم بفرزها في الدهون. إحنا عند الكبر بتلاحظ أنه بصير عند الأشخاص اللي بيكبروا واللي عندهم سمنة بتلاقي عنده أمراض السرطان او الامراض المزمنه. هاي ناتج عن المتبقيات الاسمده او المبيدات اللي برشوها على النباتات. الزراعه العضويه نهائيا محرم او ممنوع ترش عليها اي نوع من انواع الكيماويات. واحنا كمان في الاردن احنا في عندنا مزارع حاليا، كثير من المزارع، وحتى في مزرعه في وادي عربه تابعه لمحافظه العقبه، مزارع الحق، يعني 90% من مزارع الحق أخذوا شهادات اللي بسموهم Good Agricultural Practices، الممارسات الزراعة الجيدة، اللي يسموها كانت Global Gap. Global Gap هو عبارة عن Good Agricultural Practices، هاي الزراعة المنتجات النخيل أو العنب أو شو ما كان في هاي المزرعة مباشرة تصدر لأوروبا أو تصدر لدول الخليج أو تصدر لأي دولة كانت من غير نهائيا. هاي تكون أسعارها دائما في العلالي، أسعارها مرتفعة جدا. هسا إحنا بالنسبة لهاي الأمور الزراعة المنزلية، خلنا نرجع إحنا للزراعة المنزلية. فكل واحد يعني بحب يكون عنده ثراء الخضار الربيع ريح البال. انت تطلع وتشوف الشجره، انت وصاحبتك في الجامعه او انت واهلك يوم روح مثلا على الشط الجنوبي بتشوف وين في شجره نخيل او في شجره تقعد تحتيها، لانه الخضار هو بريح البال، بريح yes. البال yes. فاحنا سبحان الله يعني حتى في المنزل اللي عنده قواره او عنده شجره او عنده شيء بحب يسقيها بحب يرعاها. فهاي عباره عن في الزراعه المنزليه يعني شغلات كثير احنا بنعمل. هسه في شغله حلوه جدا، انا عندي عباب البيت حوالي 10 متر، يعني 4 × 4، بدي ازرع فيها انا، احط فيها مثلا تفاحي او احط فيها ليموني، تحط فيها شجره جوري، بدي احط فيها مثلا اي نبات اخر. طيب انا هاي المساحه ما بتاخذ هالزراعات الاخرى. هسه العلم اتطرق الى إيش نوع من الكرافتينج. الكرافتينج اللي بنسميه احنا التطعيم. التطعيم هو عبارة عن أصول، تكون في عندك أصول مقاومة لأمراض معينة. على سبيل المثال اللوزيات
اللوزيات احنا تطعم على اصل اللوز المر. اللوز المر مقاوم لامراض التربه. هسه البطيخ، البطيخ اللي موجود حاليا في السوق، انت بعض احيان بتاكل بطيخ اشي حلو اشي دلع. الدلع هذا بتعرف انه البطيخ حاليا اللي نازل في السوق كله مطعم على نبات القرم. وصلتك المعلومة هاي ولا لا؟ ما بعرف دكتور، طالباتي بتعرفوا هاي المعلومة جديدة دكتورة عليهم، ما بعرف. معك دكتور بس ما بنعرف. لا هاي أول مرة بيعرفوا. هسه أسعلنا إحنا المشاتل الزراعية تزرع بزر قرن وتزرع بزر بطيخ. في بعد تقريبا 25 يوم من إنتاج الشتلة وصولها لحوالي 10 سنتي، هسه بقصوا القرن وبقصوا الطعم اللي هو الطعم اللي بيكون الجزء العلوي مش الجزء السفلي، بقصوها وبعملوا عليها زي تطعيم يسموه تطعيم الشق شقي في ماكينات بتطعم هذا اللي تعمل على الشق وتطعم وبحطوا عليها ملا يعني بلفوا عليها بلاستيك أو ملقط، وهاي بتكون الجذر تبعها قرن والنبات من فوق بطيخ أو شمام أو خيار أو كوسة، لأنه عنا البطيخ والشمام والكوسة حساس لمرض الفيوزاريوم. مرض الفيوزاريوم هو مرض بشل النبات كامل. أنا في حد مرحلة الإنتاج وما قبل الإنتاج اللي إذا أصاب الفيوزاريوم بموت أو يعني بموت الشكلة وإحنا بنخسرها. هسا عندك أنت، أنا نرجع للحديقة المنزلية، أنا عندي حديقة يعني مساحتها كلها يعني أربعة في أربعة. أنا حاب يكون عندي مثلا، بحب يكون عندي شجرة الجوري مثلا على سبيل المثال، يكون عندي جوري لون أبيض لون أحمر لون أخضر أصفر لون زهري. أنا بقدر إذا عندي أربع أفرع لهاي الشجرة إني أطعمها كل شكل، أجيب يعني على اللون الأحمر أجيب على أي فرع أقصه وأطعمه لون أصفر ولون أصفر ولون أبيض ولون زهري ولون خمري. هذه الألوان كلها بتعيش مع بعضها عن طريق طريقة اسمها التطعيم بالشق أو بالقلم أو تطعيم بالعين. عندك التطعيم له ثلاث أنواع من التطعيم. التطعيم بالعين أكثر إشي هذا ناجح للزيتون أو التين أو اللوزيات. التفاحيات التطعيم بالقلم والزيتون كذلك بالقلم. هلا في عندك نوع من تطعيم بالشق، هذا للنباتات الزينة يعني كثير ناجح. هذا أنواع التطعيم اللي إحنا بنقدر نتعلمها وموجودة هذه الطريقة على الفيسبوك أو على أي طريقة، سهل جدا سهل جدا جدا جدا. هي عبارة عن مشرب وبتجيب أنت الطعم اللي بدك إياه، هو عبارة عن أنا بختار الطعم يعني عبارة عن الساق غلط القلم وبشوف ساق ثاني عن نبات الأصل اللي مزروعة عندي، بقصه من المنطقة العلوية وبعمل على عملية شق عبارة عن شق زي هيك شق وبتيجي زي هيك هيك تركب هذا الشق زي هيك وبنلف عليه تب وبنكون احنا باريين القلم اللي جايبينه من اللون الاخر من على اليمين ومن على الشمال مبري بحيث انه يظهر عندنا منطقه اللحاء تبع النبات. هذا بالنسبه لانواع التطعيم ان شاء الله. هسه احنا في عندنا طريقه كانوا يستخدموها يعني اكثر شيء حكيت لك اياها في مصر والامارات في قطر. في عندك الهيدروبينيك، هلا هذا علم جديد نزل. الهيدروبينيك هو عبارة عن أكثر إشي بيستخدموا فيه الورقيات. تعرف شو هني النباتات الورقية؟ يس بعرفوها طالباتي. إيش أمثلة على النباتات الورقية أخذناها طالباتي؟ لميس وسندس بيعرفوا، بس هلأ بيفتحوا المايك لأنه بيأخذ وقت بس يفتحوا المايك من عندهم. النباتات الورقية لميس سندس زي الخس والورق العنب وهيك ولا لا؟ الخس والجرجير وهالأشياء والجرجير هاي دكتور.
هسه احنا احسنتم. ممتاز. الاسبرغاس او الـ عندك الـ عفوا النباتات الخاص بالملفوف يعني ملفوف دكتور يعني هي كمان بيجاوبوا بيقولوا ملفوف وخس كمان وسبانخ ملفوف. الملفوف بسموه الملفوف عائلة القرنبيطان القرنبيط مثل الزهرة. yes. أما الخس الخس الورقيات اللي بسموه الخس الجرجير الميرم عفوا الجرجير هذول اللي بسموه الورقيات. yes. أيوة. فإحنا الخس هذا إحنا بنضعه في عبارة عن بولسترين بكل أسفل البولسترين عبارة عن حوض مائي بنزرعه وبنجيب شكل صغيرة وبنزرعها وبصير عندنا إحنا على نظام الهيدروبينيك. الهيدروبينيك في ناس بيستخدموا في بحطوا أحواض صغيرة وربوا فيها سمك. السمك هذا بنتج عندنا مثل ما حكينا عبارة عن أسمدة مخلفاته تحلل مع الماء وتطحن مباشرة عن طريق المضخات الري وبأخذها النبات وبستفيد منها في نظام الهيدروبينيك مثلا. عندي كمان زراعة الأسطح. هسه أنا على سبيل المثال عندي أنا بيت على السطح بقدر أستغل سطحي سطح البيت إني أجيب أنا أحواض رملية أو أحواض بلاستيكية وأحط فيها تربة وأقدر أزرعها على النباتات اللي بدي إياها. هسه في براميل كبيرة في ناس أنا شفتهم في مصر عندهم براميل كبيرة وزارعين فيها الليمون. الليمون حطيه يعني كمان في العقبة بتلاحظ أنت ما بين البيت والثاني ما فيها خمس يعني متر ونص مترين أو ثلاثة متر. يعني هاي ثلاثة متر في إمكانه إنه يزرعها واستغلها حط فيها الليمونة. الليمونة بتعطي منظر كويس ورائحة كويسة وبقدر إحنا نستفيد نأكل منها. yes. هاي عندك أنت إيش في يعني لأنه بتتحمل الحرارة العالية. بينما أنا في منطقة العقبة لازم أعرف شو أزرع. كل منطقة إلها إيش زراعتها. يعني إحنا في الأردن يعني إحنا بنلاحظ بتشوفوا أنتوا في العقبة تعرف النخيل ماشي فيها الحمضيات ماشي فيها لأنه منطقة حامية. أما الزيتون مو عايش فيها ما بعيش فيها زيتون لأنه منطقة حامية ما بنتج ما تنتج زيتون. الزيتون بده مناطق يعني تكون معتدلة مثل مناطق الكرك مثل مناطق عجلون مناطق جرش. هاي هسه التفاحيات اكثر شيء بتعيش بالشوطه يعني احنا التفاحيات العنب الديسي حوض الديسي ما شاء الله عليه منطقه القويره بتنتج العنب ما شاء الله عنب شيء يعني ممتاز جدا. وفي عندك صنفين من العنب. في عنب انه بده بنزل بدري في مناطق الاغوار بزرعوه بسموه هذا السيدلس او من غير بذر او نوع انواع اخرى بيزرعوها في العقبة في الاغوار. هاي بتنزل في شهر 4 و5 قبل موسم 7 و8 تبع منطقة الشفاورية. الرمان له مناطقه بده مناطق تكون مثل عجلون او جرش. هاي المناطق اللوزيات يعني اكثر اشي بتعيش في المفرق. هاي المناطق كل منطقة إلها منطقة زراعية. يعني أنا أجي أزرع في منطقة الأغوار الجنوبية على سبيل المثال أزرع فيها زيتون ما بنجح فيها زيتون لأنه أنا الزيتون بده ساعات حرارية معينة. أما النخيل بنجح في الغور في الحمضيات بنجح في الغور. الجوافي أو النباتات الاستوائية النباتات الاستوائية مثل المانجا أفوكادو الجوافي حتزرع في المناطق اللي يعني هي مناطق الأغوار أو دير علا أو المناطق هذه وبتنجح فيها. فهاي النباتات اللي إحنا بنسويها أهم شيء كمان إحنا نعرف كل منطقة شو المنطقة اللي تلائم كل نبات شو وين المنطقة اللي بلائمها. فيعني إحنا في الأردن يعني عندنا الزيتون المحاصيل الحقلية الحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير. هاي مثل سهل الحوران بده القمح بيعدي يعني بنتج بكثرة فيها مناطق الكرك يعني الربة مناطق الغوير هاي تنتج الشعير والنباتات العلفية. البرسيم كذلك هاي احنا بننتجها للحيوانات والأعلاف كأعلاف للحيوانات الموجودة. كمان احنا اهم شيء عامل يعني نحطه في عين الاعتبار المي. كمان المي يعني احنا النباتات الورقية اللي حكيت لكم عنها قبل شوية احنا يعني كونها بتيجي ملامسة قريبة من المي يعني هاي لازم احنا نبعدها عن المياه العادية.
المياه العادمة احنا بنحطها بس للنباتات اللي بتكون الحرجية، النباتات الحرجية اللي على جوانب الطرق او الغابات اللي موجودة ما بين المحافظات، هاي بنقدر نحط عليها المياه العادمة وانه ننتج النباتات منها. اما النباتات مثل البندورة، محصول البندورة او البطاطا او شيء، احنا بنجيب له مياه حلوة من السدود اللي هذا. احنا بنعرف احنا احتياجات المياه، والاردن احنا بنعرفه من افقر دول العالم في احتياجات المياه. ف يعني احنا لازم نكون يعني نقنن في الزراعه. على سبيل المثال يعني احنا محصول الموز بيستهلك مي كثير من عندنا، المحصول النخيل لا، يعني تقريبا يعني مش كثير بيستهلك مي. اللوزيات احنا بعيش على موسم التفاحيات، على موسم الامطار اللي تكون مثلا في منطقه الشوبك لحد معين. هاي بالنسبه لتقريبا للزراعات، حكينا لكم وفهمنا كيف طرق التطعيم، وحكينا لكم عن الزراعه المستدامه. وبالنسبه للزراعه العضويه هي زراعه مهمه، وانت بتقدر تنتجها عندك. وعلى سبيل المثال يعني انت عندك في بيتك، يعني هاي ملاحظه دققوا فيها وانتبهوا لها. انا عندي في البيت مثلا عندي خيار، عندي بندوره، عندي شو مكان، وفي عليها مثلا على خيار اجى المن، صابت الخيار او البطيخ او الشمام صابوا المن. انا في البيت كون مش مشروع اقتصادي كزراعه منزليه، بقدر استخدم مستخلصات زراعيه ويعني انقعها في مي، او السرف. السرف بقدر استخدم السرف، السرف عندي بقطع على المن، بقطع على المن السرف. Yes. أو ما أني أروح أجيب مبيدات، أنا عندي بكرة يعني عندي حبة خيار أو عندي زارع يعني بيتين بندورة في البيت أو كوسة وعليهم شوية من، أروح أجيب كيماوي مبيد كيماوي أرشه عليهم no. وبعد يومين أقطفه وأكله، هذا بأثر علي أنا كمواد كيماوية، بتأثر على صحة الإنسان. فأهم إشي أنكم تبتعدوا عن المواد الكيماوية. الزبل العضوي تبع زبل الدواجن في إمكانك أنك تجيبه وتخمره، تأخذ الخلاصة تبعه تسقيه للنبات، نيتروجين عالي وبيعطي يعني النباتات عناصر مغذية ومكملات غذائية للنباتات. هاي بالنسبة لها. إحنا في الأردن يعني على سبيل المثال بنزرع المحاصيل الحقلية مثل المحصول البندورة في منطقة الأغوار الجنوبية ومنطقة دير علماء ومنطقة المفرق ومنطقة الديسي. عندكم بالعدبة تزرع بطاطا، حاليا موجود فيها محصول البطاطا، محصول البطيخ، مزروع البندورة. يعني المناطق اللي عندكم في العقبة، انتم المناطق اللي بسموها انتم يعني شمال العقبة، الكويرة، الديسي، يعني تنتج بطيخ من اجود انواع البطيخ على مستوى، بديش احكي لك بلاد الشام يعني. يعني كانوا صدر بطيخهم هذا لتركيا ولاوروبا. يس. البندورة اللي عندهم كمان انتاجها كثير ممتاز. يعني البطاطا اللي عندهم يعني مزارع شوركيني عندكم، يعني اشي بتنتج بطاطا خيرات الله. وعندهم هلا حاليا اكتفاء داتن للبطاطا، لانه يعني عندهم اراضي رملية صالحة لزراعة البطاطا. انا عندي ارض رملية بزرعها بطاطا، ما بروح ازرعها غير مشعير او ما بزرعها شغلة ثانية. يعني كل ارض ملائمة، كل محصول له تربة. يعني على مستوى يعني احنا هسه حاليا كمان الدكتورة إن شاء الله في بحث مشترك عن التغيرات المناخية انتشار الحشرات. الدكتورة آلاء مشاركة معنا في هذا البحث، إن شاء الله راح قريب نكتب في ورقة علمية. شكرا جزيلا. فدكتورة يعني التغير المناخي حاليا، التغير المناخي له دور مهم. يعني إحنا يعني طالباتك أيام زمان يعني في الوقت تمر ما كان في شتاء، هسه في شتاء. yes. كل ما في تغيرات مناخية تتقدم، يعني الصيف محل الشتاء والشتاء محل الصيف. يعني احنا يعني هي احنا شهر 4، هي احنا تقريبا اليوم 20/4 صح او 21/4. يس يس. والجو هيو غائم يعني شتاء. يعني احنا هذا من التغيرات المناخية، بينما احنا يكون عندنا الربيع ربيع والشتاء شتاء وكل شيء. تاخر الموسم المطري كمان بياثر على الزراعه بشكل عام. فانا برجع وباكد لكم هاي بالنسبه تقريبا للزراعه. الزراعه عالم قائم بحد ذاته، يعني ما بتوقف على
على النباتات او على المياه او على الاسمده او شيء. زراعه يعني في عندك كل واحد حسب اختصاصه، في عندك مهندسين انتاج نباتي، في عندك مهندسين انتاج حيواني، في عندك مهندسين انتاج يعني حتى في الانتاج النباتي في شيء خضروات، في شيء اشجار محاصيل حقليه، في عندك المهندسين الوقايه النبات، وقايه النبات عالم قاف، علم الحشرات علم قاف حتى. يعني اي حشره انت تتعاملي معها، اي حشره يعني انت بدك تتعاملي مع امراض حشرات، يعني مش زي البني ادم تحكي لك شو مرضي انا، انت بدك من خلال ملاحظتك لها. يعني انا على سبيل المثال يعني هاي الملاحظه انت بقولها، يعني انا النبات مجرد ما اطلع عليها اشوف طبيعه النبات، اذا كان لونه يعني غامق زبلان بعرف انه في اصابه، احتمال تكون إصابة حشرية، احتمال تكون إصابة فطرية، احتمال تكون إصابة فيروسية، احتمال تكون إصابة بكتيرية. أنا يعني عندك ثلاث أربع 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 مواضيع بدها واحد يعني عالم لحاله. يعني الفيروس إذا أصاب النبات صعب جدا تميزه، لأنه أعراض الفيروس تشبه أعراض نقص العناصر. يعني انا على سبيل المثال هسه انت يا يعني احنا كإنسان بصير عندك نقص عناصر، اي عنصر بصير عندك نقص فيه يعني بيبين عندك على جسمك، نقص فيتامين سي بيبين عندك على الشفايف مثلا انه شفاف الجفاف الشفايف، او عندك عديك بيبين الاسمرار، نقص الحديد بيبين عندك بجسمك وفي جسم الانسان. بينما النبات يعني انا كمهندس زراعي وضمن خبرتي في هذا المجال، يعني انا بقدر اميز انه هذه الاصابه، يعني انا يوم اشوف اصفرار، ها اصفرار النبات، اصفرار النبات، ها انا اذا بشوف النبات اصفر بعرف انه يا اما نقص عنصر السنك او عنصر الحديد او بكون مرض فيروس. هسه كيف انا اذا انتبهت للورقه، انسجه الورقه، هلا فيها الأنسجة اللي وفيها زي احنا كيف احكي لك شو بسموها، زي خيوط الورقة الداخلية اللي بين الأنسجة. هسه اذا كانت الأنسجة لون اصفر ونقص عناصر، واذا بكون الأنسجة عكس اخضر والعروق اصفر بكون عندك امراض فيروسية. إذا كان عندك أطراف الورقة، إذا أطراف الورقة ناشفة يكون عندك مرض مثلا تسمم. حتى النبات يعرض، تعرفوا أن النبات يتعرض للتسمم. يعني أنا على سبيل المثال محصول الخيار حساس، الخيار إذا ارتش في أي مبيد حشري وكان هو عطشان على السريع بصير فيه تسمم. عرفتوا؟ فالتسمم هذا انا كمهندس زراعي على السريع بقدر اتلاشى، اني اعطي ريات تكميليه، اعطي ريات ورا بعضين حتى اني اعمل غسل للنبات واطلع السم التسمم اللي وصله من المبيدات اللي ارتشت عليه. هو عادي احنا ما زودنا الدوز طبيعي، بينما هو كان عطشان ارتش وهو عطشان، هذا غلط. والرش له موعد خاص في الصباح الباكر، الرش انا ما بجي ارش النباتات وأشعة الشمس حادة يعني بعد وقت الظهر صعب جدا، أما أنت رشيت من الصبح وجاء في الظهر في نهاية الرش عادي ما بأثر، أما إني أجي أرش أنا من الظهر للعصر هذا الموسم يعني درجة حرارة بتكون عالية جدا على النبات وبتأثر عليه هذه المواد الكيماوية اللي بدنا نرشها. هاي بالنسبة لعملية الرش، الرش إحنا أهم شيء إنه نتجنبه ونتبع الأسلوب العضوي. المواد العضوية هي عبارة عن يعني مواد يعني مستخلصة من الطبيعة وموجودة، كل واحد حاب يجي يستخدمها ويشتريها من محل مواد زراعية موجودة انت حاب تعملها عندك. انت على سبيل المثال انا بجيب عندي في بيتي اي سماد عضوي، اي سماد عضوي وبنقعه في دلو ماي، خلاصته هذه المستخلص اللي بطلع منه عبارة عن يعني مستخلص، مستخلص هذا دوبال بسموه، مستخلص هذا أنا بحطه في قزازة مي وبصير أرش فيه على النبات بصير سماد ورقي أو بسقيه للنبات. غير هيك كمان يعني
في عناصر عندك كثيرة. يعني هسه أنا الكالسيوم، النقص الكالسيوم موجود في الطبيعة، بينما صعب جدا للنبات أنه يمتصه. فأنا في طريقة أخرى بشتري سماد كالسيوم، بشتري كالسيوم وبرشه على النبات، النبات بيمتصه عن طريق الأوراق وإيش، وبعوض. لأنه أنا إذا أنتم بتشتروا بندورة أو فلفل أو تلاعب في الطبعة، في طبعة بتكون من أسفل الحبت البندورة أو طبعة سوداء، هاي بتكون أعراض نقص الكالسيوم على الثمار. هاي تقريبا إحنا عندنا الزراعات، وإن شاء الله إحنا الله يحمانا. الله يسعد الدكتور، وبشكركم على الاستماع، وإن شاء الله ما قصرنا معاكم. يا الله يسعد. أنا جاهز لأي سؤال أنتوا حابين تحكوا لي حاليا موجود. Yes. أنا أي استفسار أي سؤال أنا جاهز. يس يس. طالباتي في عندكم استفسار سندس أو لميس؟ لا دكتور، يسلموا كثير. طيب في حدا مشروعه عن الهيدروبونيك بده يكتب ولا ما حددتوا لسه مشاريعكم؟ لسه ما حددنا. لسه ما حددنا. طيب اوكي ان شاء الله. هو الهيدروبونيك كثير يعني حديث، ويعني لانه احنا بنحكي عن ماده متطلب جامعه، كثير رح تستفيدوا منها في بيوتكم، لأنه ما رح تحتاج لسبيس ولا تربة، خاصة إذا في شقق أو كذا زي ما تفضل الدكتور، أو السويلس كالتشر اللي هي بدون تربة، الزراعة اللي بدون تربة. فهاي مواضيع كثير حديثة. هاي الدكتور اتطرق اليوم لموضوعين، اللي هو السويلس اللي بدون تربة، والموضوع الثاني اللي هو الهيدروبونيك الزراعة المائية. فشوفوا مشاريعكم. نعم انا حابه اكتب عنها المائيه. يس. هاي في دكتور حببت البنات بالماده وبالمشاريع. اي مشروع اي استفسار عن الزراعه المائيه انا ازودك واعطيكي دكتور الاء رايحه ازودك بنشرات على الواتساب. اوكي. انت تبعتيها لطالبتك، ببعث لك شغلات كثير كثير كويسه ممتازه على الزراعه المائيه. خلص إن شاء الله. الله يسعدك دكتور، شكرا جزيلا لك يعطيك العافية دكتور، غلبناك، تشرفنا بمعرفتك. بس في الدكتور سألني سؤال، قالوا لي أي كلية، لأنه هذا متطلب جامعة، فأنا قلت له إدارة أعمال إدارة طالباتي. إيش لا إحنا محاسبة دكتور. محاسبة. محاسبة. تابعة لأي كلية المحاسبة؟ العلوم الإدارية. العلوم الإدارية والمالية. نعم. يس يس. يعني شوفي أحكي لك شغلة، أنت كمحاسبة وحابي تكتبي في هذا الموضوع، أنت اكتبي مثلا عن الاقتصاد، يعني تكون أنت الفرق في الموازنة أو الفرق المالي، الفرق المالي في الزراعة المائية والزراعة الطبيعية. يس. فهمت علي ولا لا؟ دكتورة ألا. Yes. إنه هي كمحاسبة إنها تشوف الجدول الاقتصادية، تشتغل على الجدول الاقتصادية. أوكي. الزراعة المائية عن الزراعة الطبيعية. أوكي. ماشي. الزراعة هي طالباتي لميس وسندس، هي الدكتور يعني اقترح مشروع قريب من تخصصكم، اللي هو الجدول الاقتصادية، وتقارنوا مثلا ما بين الهيدروبونيك سيستم لما أنتوا تستعملي زراعة مائية أو زراعة تقليدية، ومن ضمن تخصصك بتكتبي مشروعك. جميل. شو رأيكم بالمشاريع الجميلة هاي؟ تمام دكتور. تمام. يس تمام. وفي طالب صيدلة أكيد رح مثلاً يترشينا الفاليو أو حسب إيش هو رغبته يختار اللي بده إياه إن شاء الله. يعني الطالب الصيدلي اللي بدرس عندكم. yes. يعني كثير مهتم. أنا يعني أحكي لك دكتورة. yeah. هلا إحنا كزراعيين يعني 60% من مواد الصيدلية هي بتدخل في الزراعة. yes. يعني هو في إمكانه أن يستخرج مثلا يعمل دكتورة شوفي مثلا يستخرج العناصر المفيدة في المورنينجا لجسم الإنسان. yes.
يعني الفائدة الاقتصادية أو للمورينجا. المورينجا هي عبارة عن بسموها النبات الذهبي، بحيث إنه إيش؟ وبنادوها شجرة الصيدلة دكتور، كمان في إلها اسم، في إلها اسم اسمها شجرة الصيدلة، لأنها كتير مفيدة. الصيدلة المنزلية بسموها. يس قلت لطالباتي عنها، وبدنا نزرعها، عملوا مبادرة بدهم يزرعوا الجنوب بالشجرة لأنها مناسبة لبيئة العقبة، وبالجامعة زرعوها دكتور. نعم أنا بعثت لرئيس الجامعة بذور، بعثت لرئيس الجامعة بذور. يس أعطاني إياهم، والله أعطاني منهم دكتور. دكتور صوتك بيقطع. دكتور محمد أبو درويش. يس أعطانا منهم وعملنا مبادرة، وهينا بنزرع فيهم كمان بمادة الزراعة المنزلية. أنا جاهز. الله يسعدك. أي مبادرة، أي شيء بدك إياه دكتور، إحنا بخدمتك. الله يسعدك. والبذور والله وصلت لطلابي كمان. إن شاء الله يا رب، وأي شيء بدك إياه إحنا بخدمة كمان. الله يسعدك، شكرا جزيلا دكتور. هلا يا دكتورة، هلا. يلا تشرفنا، ونيابة عن جميع الطلاب وطالبات بشكرك جزيل جزيل الشكر، ويعطيك ألف عافية. شكرا دكتور، يعطيك العافية. أهلا أهلا. يعطيك العافية دكتور. هلا الله يعافيك. وشكرا دكتور، يعطيك ألف عافية. السلام عليكم. طالباتي الأمور تمام، الأمور تمام. دكتورة. استفدتوا. ممتاز. هلأ دور مشاريعكم إن شاء الله. تحضروا مشاريعكم ضمن تخصصكم، ضمن إشي أنتوا فاهمينه. بنعمل ديسكشن بالوقت اللي أنتوا بدكم إياه، وبرضه منستضيف الدكتور يكون موجود يساعدكم ويبعث أي شيء بدكم إياه إن شاء الله. نتساعد، اوكي؟ في اي شيء قبل ما اسكر؟ ستوب ريكوردينج، الامور تمام؟ في سؤال علمي بدكم تسالوه؟ لا يسلم. لا تمام دكتور. بعتلكم فيديوهات انا كيف الجرافتنج وكيف الزراعه، بعتلكم فيديوهات كامله، حتى الزراعه فوق السطوح بعتلكم اياها، احضروا الفيديوهات وان شاء الله نلقاكم بالشهر القادم، رمضان كريم إن شاء الله. يلا دكتور، علينا وعليك يا رب. مع السلامة. بخير، مع السلامة.